الساعات الماضية القليلة شفنا تصريحات بتخرج من البنتاغون، بتخرج من طهران، سوف تندم إسرائيل على لسان رئيس الحرس الثوري، على لسان القادة الكبار في إيران. ما الذي يحدث وخلال الساعات المقبلة هل سيناريو المواجهة سيناريو محتمل ما بين طهران ما بين تل أبيب وإسرائيل؟ طبعا في البداية أهلا بيك وصباح الخير عليكم وعلى كل المشاهدين. يعني طبعا كما قالت الأستاذة هبة، مصر والرئيس السيسي حذر منذ البداية من مخاطر التوسع الإقليمي. هناك تيار في المنطقة يحاول أن يغذي الصراعات، يعني يختطف المنطقة إلى منطقة أخرى من الصراع والتوتر، لأن هذا الصراع وهو يتغذى عليه، هناك من يستفيد من هذا الصراع وأن تظل المنطقة في حالة دائما من الصراع. بالطبع أولى عوامل التي غزت هذا الصراع ووصلنا لهذا المشهد الذي يعني قبل أن نتكلم في السيناريوهات ربما ينذر بمخاطر حرب كبرى في المنطقة هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي والعدوان الإسرائيلي. يعني اليمين المتطرف في إسرائيل هو لديه مخطط. بكل صراحة ما حدث مؤخرا من اغتيالات سواء الرجل الثاني في حزب الله فؤاد شكر أو رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنيه أو قبلها محمد الضيف القائد العسكري كما أعلنت إسرائيل في وقبلها صلاح العروري نائب حماس في الضاحية وقبلها ضرب الحديدة هي رسالة متعمدة من جانب حكومة الاحتلال نتنياهو ومجموعة المتطرفين سموتريتش وبن غفير لإشعال المنطقة. معروف أن هذه الحكومة هي دائما تتجه للهروب إلى الأمام بمعنى أنها تشعل الحرائق لتحقيق أهداف مصلحية خاصة بها. هو هذه جاءت بعد زيارة نتنياهو الكونجرس الأمريكي وإلقاء خطاب وأخذ الضوء الأخضر حقيقة من أمريكا. بمعنى آخر لم يكن لإسرائيل أن تتجرأ وتقوم بما يسمى تجاوز الخطوط الحمراء واستهداف القيادات واستهداف إسماعيل هنيه في قلب طهران وفي يوم وبعد ساعات من تنصيب الرئيس الإيراني الجديد إلا أنها متعمدة بقصد أن يكون هناك استفزاز لهذا المحور للقيام برد ثم يوظف نتنياهو هذا الرد حقيقة لتحقيق أهداف سواء في الداخل الإسرائيلي أو الجانب الأمريكي. داخليا إسرائيل في الأيام الماضية كانت على شف حرب أهلية، هناك معسكر اليمين المتطرف الذي اقتحم أحد المعسكرات الجيش وكانت تحدث اشتباكات، هناك قضية المتدينين، هناك اتهامات لنتنياهو بالفشل بعد 10 أشهر في غزة ولم يحقق أي أهداف سواء فيما يتعلق بالأسرى أو القضاء على المقاومة الفلسطينية، هناك الضغوط الأمريكية على إسرائيل، فأراد نتنياهو أن يضرب عصفورين بحجر واحد بهذه الاغتيالات المتعمدة حقيقة وهو يدرك أنها تجاوزت الخطوط الحمراء. قلب اولا قلب المشهد الامريكي من الانتقاد والضغط على نتنياهو الى التعاطف والدعم العسكري وارسال امريكا الان اسلحه وبوارج حربيه الى المنطقه لدعم اسرائيل. ايضا وهو الاخطر صرف الانظار عما يحدث في غزه. صحيح. اصبحت القضيه الان لم تعد هي القضيه الفلسطينيه والصراع في غزه، اصبح الان العالم كله ينتظر ماذا سترد ايران ومحورها على اسرائيل، وبالتالي هنا الضرر الاكبر للقضيه الفلسطينيه، بمعنى ان الشعب الفلسطيني يدفع الثمن في الوقت الذي كان فيه العالم يتجه إلى محاكمة نتنياهو وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية بأنه إنهاء الاحتلال والمحكمة الجنائية الدولية ومذكرة اعتقال مرتقبة في أغسطس بشأن نتنياهو، حاول نتنياهو وضغوط داخلية عليه للاستقالة وهذا الائتلاف الذي فشل وجه الأنظار مرة أخرى بهذه الضربات المتعمدة. فيما يتعلق بالسيناريوهات يعني حرص الجانبين سواء الجانب الإسرائيلي أو الجانب الآخر إيران أو حلفائها على أن يكون هناك قواعد اشتباك، يعني أن يكون هناك تصعيد ورد ورد مقابل في إطار أي شكل من الاشتباك، لأن دكتور أحمد حصل من سابق أن إيران اشتبكت مع إسرائيل لكن بصواريخ ناعمة لم يكن بالاشتباك الواضح أو بمفهومه القوي، ومن ثم يعني ربما تخيل البعض بأنها مسلسل أو مسرحية تحكى على الأرض.